الآن إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة. أبدأ معكم بصحيفة فاينانشال تايمز التي نشرت مقالا تحت عنوان إيران تشير إلى انتقام مدروس على الضربة الإسرائيلية. بحسب الصحيفة، أشارت إيران إلى حلفائها والدول الغربية بأنها سترد على غارة جوية إسرائيلية على قنصليتها في دمشق بطريقة محسوبة لإبعاد صراع إقليمي شامل. نقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على المحادثات أن من غير المرجح أن تستهدف طهران المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية في المنطقة، موضحا أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية المتعلقة بهجوم وشيك مفصلة ومحددة، ما يوفر لإسرائيل فرصة لتحصين دفاعاتها. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أنه يتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل عاجلا وليس آجلا، وأن نصيحته لطهران هي ألا تفعل ذلك، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ودعمها. وإلى موقع أكسس الذي نشر تقريرا تحت عنوان إيران تحذر الولايات المتحدة لتبقى بعيدا عن القتال مع إسرائيل أو تواجه هجوما على قواتها. بحسب الموقع، أرسلت إيران رسالة إلى إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع تحذر الولايات المتحدة من المشاركة في القتال بينها وبين إسرائيل، وأنه في حال قامت بذلك فإن قواتها في المنطقة ستتعرض للهجوم. قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن الإيرانيين أبلغوا في الأيام الأخيرة العديد من الحكومات العربية أنهم يعتبرون الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل جنرال إيراني في دمشق، بغض النظر عن الجهود الأمريكية للنأي بنفسها عن الضربة. هذا وصرح مسؤول دفاعي أمريكي لموقع أكسس بأن الولايات المتحدة تنقل أصولا عسكرية إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة حماية القوات الأمريكية. وإلى صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريرا تحت عنوان مسؤولون يقولون إنه من غير المرجح أن تكون الأهداف الأمريكية مدرجة في قائمة الهجوم الإيراني المحتمل، إذ قال محللون ومسؤولون في الاستخبارات الأمريكية للصحيفة إنهم يتوقعون أن تضرب إيران أهدافا مختلفة داخل إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، رداً على قصف إسرائيلي في العاصمة السورية دمشق وقع في الأول من أبريل وأدى إلى مقتل العديد من كبار القادة الإيرانيين. أكدت الصحيفة أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل سيزيد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً يكون أو يمكن أن يجر دولاً متعددة بما في ذلك الولايات المتحدة إلى الصراع. وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين، فإن الولايات المتحدة الحليف البارز لإسرائيل لديها قوات عسكرية في عدة أماكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن تستهدفهم إيران لتجنب صراع مباشر مع الولايات المتحدة. ينضم إلينا من رام الله الأستاذ عبد القادر بدوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مساء الخير أستاذ عبد القادر. بداية، ما رأيك، هل تكون الأهداف الأمريكية مدرجة في قائمة الرد الإيراني؟ يعني في البداية من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت منذ اليوم الأول لاستهداف مبنى القنصلية واستهداف الجنرالات الإيرانيين
حاولت أن تقول وأن تبعث برسائل لإيران سواء في وسائل الإعلام أو حتى عبر القنوات المختلفة بأنها لم يتم إعلامها من قبل إسرائيل مسبقا بهذه الضربة وأنها تفاجأت، وبهذا هي تحاول أن تبعد عن نفسها تهمة التعاون أو التنسيق مع إسرائيل في استهداف مبنى القنصلية. هذا الأمر الذي يعني ينظر إليه حتى بالمفاهيم الدبلوماسية على أنه إعلان حرب على دولة من خلال استهداف مبنى القنصلية أو مبنى السفارة لما تمثله من حالة سيادية في الدول المضيفة. وبالتالي أعتقد أن الحسابات الإيرانية أيضا مبنية على هذا الأمر، هي لا تريد أن تفتح مواجهة كبيرة وواسعة من خلال يعني استهداف ربما لبعض القواعد الأمريكية أو حتى المصالح الأمريكية، ما سيضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي تحاول أن يعني تعيد صياغة يعني قاعدة اشتباك جديدة ربما مع إسرائيل لقطع يدها. ولكن يعني حسب Financial Times أنه حتى الرد الإيراني على إسرائيل أيضا هو سيكون مدروس، سيكون محسوب ولن يكون بشكل عشوائي، لماذا برأيك؟ يعني من الواضح أن السلوك الإيراني على مدار السنوات الماضية وفي أعقاب كل الاستهدافات المختلفة الإسرائيلية وحتى الأمريكية غير المباشرة، تعاملت إيران يعني كمنظومة عقلانية ولم يعني تتعامل بمنطق ردة الفعل على اغتيال بعض العلماء أو حتى اغتيال بعض القادة العسكريين. هذا أيضا ما حصل بعد اغتيال الحاج قاسم سليماني، ويعني إيران تحاول أن تقدم رد اعتبار على مثل هذه الضربات دون أن تنجر إلى مواجهة مفتوحة أو مواجهة شاملة، لأنها تعلم جيدا أن الأثمان المترتبة على ردود الفعل غير المحسوبة أو العشوائية واندلاع صراع مفتوح ربما في المنطقة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر سيؤثر على المشروع الإيراني الاستراتيجي، وهو يعني محاولة الوصول إلى يعني القنبلة النووية وتحقيق سياسة ردع في المنطقة. وبالتالي هي لا تريد أن تكون أي من الحسابات المرتبطة بالرد على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة سواء في سوريا أو حتى في الأراضي الإيرانية واغتيال القيادات والعلماء، لا يجب على هذا الأمر يعني أن أو على هذا الرد أن يتجاوز الخطوط الحمراء وبالتالي يفرض عليها الدخول في حرب طويلة ربما تستنزفها وتعيق من تقدم هذا المشروع. لكنها اليوم هي مجبورة ومضطرة أن تقوم بالرد على استهداف مبنى القنصلية. هي بالمناسبة حاولت الاستفادة من هذا يعني الموضوع من خلال الضغط على الولايات المتحدة لوقف الحرب في قطاع غزة أو حتى يعني تغيير مسار الحرب فيما يتعلق بعملية عسكرية برفح، أو حتى الضغط من أجل التوصل إلى تهدئة مؤقتة وتنازل إسرائيل عن بعض الشروط التي ما زالت تعيق تقدم التوصل إلى يعني اتفاق تهدئة. لكن على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من الضغط على إسرائيل ولم تقنع إسرائيل بذلك. أستاذ عبد القادر، ترى أنها إسرائيل غير معنية أصلا بالتوصل لا إلى صفقة لا مع المقاومة في غزة ولا مع إيران أيضا، هي معنية بأن توسع نطاق الصراع، ما رأيك؟ يعني هكذا يرى الكثيرون. يعني صحيح، أولا يجب أن نقول أو نشير إلى أن إسرائيل دخلت إلى هذه الحرب بأهداف كبرى لكن في غياب استراتيجية، بمعنى وضعت شعارات كبيرة من قبيل القضاء على حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة. هذا المشروع الذي يعني عمره سنوات طويلة ولا يوجد استراتيجية واضحة لكيفية تنفيذ ذلك، وحتى وصفت هذه الأهداف بأنها أهداف غير منطقية وغير قابلة للتطبيق أو حتى للقياس بين قبل العديد من الإسرائيليين سواء الجنرالات السابقين أو حتى السياسيين. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى بالنسبة للنخبتين الأمنية والعسكرية، هم يتصرفون يعني من منطق محاولة غسل عار السابع من أكتوبر. هذا الفشل والعار الذي سيسجل في صفحات كل من بنيامين نتنياهو وأيضا القيادات الأمنية والعسكرية يحاولون التغطية عليه ومسحه من خلال يعني عملية الاستمرار في هذه المجازر وارتكاب مزيدا من عمليات الإبادة في قطاع غزة، ويعني محاولة ربما توسيع نطاق المواجهة لتشمل جبهات أخرى مثل الجبهة الشمالية مع حزب الله وحتى مع إيران. يعني حتى إسرائيل تعلم جيدا أن استهداف مبنى القنصلية لن يمر مرور الكرام وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، لأن هذا الأمر يمثل أو عمليا وإعلان حرب على إيران، ومن المتوقع أن يكون هناك رد إيراني. لكن هناك العديد من الحسابات أيضا الداخلية بالنسبة للمؤسسة السياسية الإسرائيلية والعسكرية. نتحدث اليوم عن تعمق وزيادة الانقسامات داخل الشارع الإسرائيلي، والاستهداف جاء يعني حتى في أعقاب توسع الاحتجاجات الداخلية، وهذا ربما يمكن قراءته أنه محاولة للهروب إلى الأمام من الأزمات الداخلية المرتبطة بتوسع الاحتجاجات المطالبة بإقالة أو استبدال بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى استمرار تعثر الجيش في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى، هدف القضاء على
على حركة حماس أو استعادة الأسرى الإسرائيليين من خلال القوة العسكرية أو الضغط العسكري، وأيضا في أعقاب حالة الإحباط الكبرى التي عبر عنها المجتمع الإسرائيلي والمحللين والمراسلين العسكريين وحتى الخبراء في إسرائيل نفسها، بأن سحب الجيش أو القوات الإسرائيلية من خان يونس بعد 4 أشهر من القتال في هذه المنطقة من دون تحقيق أي إنجازات من التي وعد بها بنيامين نتنياهو وحتى الجيش، هذا الأمر يمثل استمرار في الفشل ومراكمة للفشل، وبالتالي إسرائيل تحاول أن توسع المواجهة لعل مواجهة مفتوحة مع توريط الولايات المتحدة، هذا الأمر قد يجلب لها العديد من الإنجازات بين مزدوجين، ربما فيما يتعلق بالخطر الإيراني الذي يعني تم الترويج له عبر سياسة التفزيع التي استخدمها بنيامين نتنياهو على مدار سنوات طويلة، لكن هذا الأمر أيضا بالنسبة للولايات المتحدة غير مقبول في هذا الوقت تحديدا، هي لا تحاول عمليا التورط في الشرق الأوسط تحديدا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وبالتالي تحاول أن تكبح بنيامين نتنياهو. نطلع على المزيد من الصحف ثم نناقشها ونحللها معك، والآن أنتقل إلى صحيفة لوفيغارو التي كتبت مقالا تحت عنوان السيناريوهات 3 للهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل. أشارت الصحيفة إلى 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران، حيث يعتبر السيناريو الأكثر خطورة هو قيام إيران بشن ضربة غير مسبوقة مباشرة من أراضيها ضد إسرائيل. أما السيناريو الثاني الذي يعتبر الأكثر احتمالاً، فمن الممكن أن تستخدم إيران أذرعها في الشرق الأوسط للرد بطريقة تسمح لها بإنكار أي مسؤولية مباشرة، وهذا الرد سيأتي كانتقام للهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق مع التركيز على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأخيراً السيناريو الثالث الذي لا يتوقع حدوثه، وهو ضربة فورية بل قد تشن فيه إيران أو وكلائها هجمات ضد المصالح الإسرائيلية في الخارج خلال الأشهر أو السنوات القادمة. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أيضا تقرير تحت عنوان إيران تحاول معايرة الرد ضد إسرائيل بعد القصف القاتل. بحسب الصحيفة فقد صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى بأن الجيش الإيراني يجب ألا يسمح للرأي العام بالتأثير على قراراته فيما يتعلق بالإجراءات ضد إسرائيل. قال المسؤول الإيراني إن أي قرار اتخاذ أو باتخاذ إجراء ضد إسرائيل يجب أن يستند إلى المصالح الوطنية والأمن وليس إلى المطالب العامة، مؤكدا أن الرد سيأتي في نهاية المطاف سواء كان عاجلا أم آجلا. أوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات تشير إلى أنه يجب على طهران محاولة إدارة الضغوط الداخلية مع الأخذ في الاعتبار تحذيرات الولايات المتحدة في الوقت الذي تقرر فيه كيفية الرد على القصف الإسرائيلي في سوريا الذي استهدف أحد كبار جنرالاتها. أنتقل معكم إلى صحيفة آرس التي نشرت مقالا للكاتب ألون بنكاس تحت عنوان لقد أصبح التهور الإسرائيلي هو السياسة المفضلة لدى نتنياهو. قال الكاتب إنه لفترة طويلة لم يقم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بصياغة للسياسة واضحة تجاه إيران، وهو يرفض حاليا تقديم استراتيجية لغزة لفترة ما بعد الحرب. بحسب الكاتب يبدو أن نهج نتنياهو مدفوع في المقام الأول بأهداف سياسية داخلية والاستمرار في بقائه على رأس السلطة، ما أدى إلى حملات قصف متهورة وعنيفة خلال حرب غزة. أفاد الكاتب بأن هذا النقص في التخطيط الاستراتيجي يتعرض للانتقادات الحادة بسبب إعطاء الأولوية للمكاسب السياسية على حساب حل النزاعات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. مرة أخرى أناقش ما جاء في هذه المقالات مع ضيفي من رام الله عبد القادر بدوي. إذن أستاذ عبد القادر أعود إليك مرة أخرى، ما رأيك بما جاء في هارتس بأنه التهور والعشوائية هي السمة الأساسية لسياسة نتنياهو؟ لا في غزة هناك استراتيجية واضحة ولا أيضا في التعامل مع إيران. يعني هذا صحيح وواضح منذ يعني بداية هذه الحرب على قطاع غزة، كما ذكرت في السابق إسرائيل تبنت أهداف كبرى
ووعد نتنياهو وقدم وعود للمجتمع الإسرائيلي بتحقيق نصر مطلق بين مزدوجين، لكن مع غياب استراتيجية واضحة لكيفية تطبيق هذه الأهداف أو حتى كيف يمكن قياسها. هل هذه الأهداف قابلة للقياس؟ هدف القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو حتى استعادة الأسرى الإسرائيليين من خلال الضغط العسكري أو حتى من خلال عمليات عسكرية واسعة كما حدث ربما في بعض الأحيان. لكن يعني بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذه الحرب، واضح أن هذا التخبط وغياب الاستراتيجية تزيد من تعقيد الحالة الإسرائيلية الداخلية، وأيضا من يعني طريقة عمل الجيش في قطاع غزة. هذا الأمر أيضا يعني يفسر ربما يعني إعادة انتشار أو تموضع الجيش خارج خان يونس بعد أن عمليا دخلت الحرب في مرحلة تباطؤ أو تثاقل لا يوجد مزيدا من مما سيقوم بفعله الجيش في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس. ويعني استمرار الغياب مسألة مناقشة اليوم التالي بالنسبة للمستوى السياسي في إسرائيل التي ما زال يحبطها نتنياهو باعتراف القيادات العسكرية وكبار ضباط الجيش، هذا الأمر يؤدي إلى تآكل الإنجازات التكتيكية بين المزدوجين التي حققها الجيش في العديد من المناطق في قطاع غزة وتحديدا في شمال قطاع غزة، بمعنى أن هذا التآكل يتم التعبير عنه من خلال عودة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية إلى بناء نفسها في المناطق التي يخرج منها الجيش، الأمر الذي يفرض على الجيش العودة مرة أخرى والعمل من خلال عمليات أو حملات عسكرية تماما كما حدث في العملية العسكرية في حي الزيتون أو حتى في مجمع الشفاء الطبي، على الرغم من الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية. لكن هذا الأمر يفسر أو يعبر عن غياب الاستراتيجية الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى وبالأصوات الإسرائيلية ومن خلال العديد من الخبراء، هناك اعتراف بأن إسرائيل اليوم يعني في حالة مصيدة من جبهات متعددة تتعرض أولا يعني لتعثر في تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وهذا يعبر عنه البعض حتى في إسرائيل على أنه تورطت إسرائيل في الحرب لأنها لا تمتلك أهداف واضحة أو منطقية، وبالتالي تمتلك حتى استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف. نتنياهو وحكومته بأنهم متورطون، لأنه من يتابع سياستهم في التعامل مع إيران وهذه الشراهة والرغبة في فتح الجبهة الشمالية وفتح جبهة مع إيران، ويعني هذا التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية، يعني يجعلنا نتشكك بأن تكون إيران بالفعل أو عفوا إسرائيل بالفعل مدركة بأنها متورطة في غزة. أعتقد أن إسرائيل تنطلق من إدراك أو من فهم مفاده أن إيران لا تريد مواجهة أو حرب شاملة في الشرق الأوسط، مواجهة مباشرة مع إسرائيل، والتي تعني مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أو متفرجة في حال تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني ربما يتجاوز الخطوط الحمراء أو حتى يعني قواعد الاشتباك القائمة حاليا من خلال مهاجمة إسرائيل عبر الأذرع أو الوكلاء في المنطقة. لكن يعني التصرف الإسرائيلي هو ينطلق من هذا الفهم أو من هذا الإدراك، وبالتالي تحاول أن تزيد من المكاسب بين مزدوجين الاستراتيجية فيما يتعلق بمزيدا من الاستهدافات لإيران ومحاولة التموضع في سوريا عسكريا. هذا الأمر يحصل يعني في ظل امتناع إيران عن الرد بشكل مباشر على إسرائيل على مدار السنوات الماضية. ما يحدث اليوم وكل يعني عمليا الدعوات العالمية والولايات المتحدة والدول الغربية وحث إيران على عدم الرد على إسرائيل ومحاولة ضبط النفس حتى في الدعوات التي أطلقتها روسيا وغيرها من الدول، هناك خشية من أن يقود الرد الإيراني المباشر على إسرائيل إلى ردة فعل إسرائيلية ربما بمهاجمة بعض الأهداف بشكل مباشر داخل إيران. هذا يعني أن هناك حربا ربما ستفتح في المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سترى نفسها يعني متورطة بشكل أو بآخر في هذه الحرب إلى جانب إسرائيل، وهذا ما حاولت منعه منذ بداية الحرب. لنعود للوراء قليلا، منذ بداية هذه الحرب وفي تحديدا في 10 من 20 أكتوبر كان هناك قرار إسرائيلي بتوجيه ضربة واسعة واستباقية لحزب الله. من قام بمنع هذا الأمر عمليا هو الولايات المتحدة من خلال الوزيرين جانتس وأيزنهاور وبعض حتى القيادات العسكرية. هذا يعني تأتى من الرغبة أو رغبة الولايات المتحدة بأنها لا تريد أن تتورط في مواجهة إلى جانب إسرائيل بسبب الحسابات الداخلية الأمريكية المرتبطة بالانتخابات، ناهيك حتى عن الفهم الأمريكي لقدرات إسرائيل اليوم العسكرية. يعني تخيلي لو لم تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بالمعنى العسكري وتقدم كل هذا الدعم بالإضافة إلى المبالغ المالية والغطاء السياسي، لما كانت إسرائيل تستطيع حتى أن تصمد لكل هذه المدة في الحرب في قطاع غزة على الرغم من التحذيرات. وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الانتخابات الأمريكية، برأيك ألا يعتبر هذا وقت ذهبي لإيران كي ترد حتى من أجل الحفاظ على صورتها أو الاستجابة لمطالب الشارع في طهران بضرورة الرد والانتقام؟ يعني هذا الأمر صحيح بالفعل، لكن أيضا إيران تحت ضغط
مرتبط بما ارتكبته إسرائيل من مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، ويعني كل يعني المشروع الإيراني اليوم القائم أو الذي يتم تقديمه عمليا على أنه مشروع بوصلته القدس، واليوم تتعرض المقاومة الفلسطينية ل يعني هجوم ربما غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني الحديث، وما تعرضت له قطاع غزة من مجازر هذا أيضا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي أيضا تحت ضغط إقليمي له علاقة بالشعارات الإيرانية، وربما تأتي هذه الدعوات من هذا يعني المنطق على إيران أن تتخذ أو تقوم يعني بإجراء حسابات دقيقة فيما يتعلق بالرد، وهي ترى في الانتخابات الأمريكية اليوم وامتناع الولايات المتحدة عن التورط في مواجهة على أنها فرصة للرد على إسرائيل وإعادة بناء عمليا قاعدة اشتباك جديدة لقطع يد إسرائيل عن الاستهدافات المتكررة سواء في سوريا أو حتى في إيران. لكن بالنسبة لإسرائيل ربما تكون أيضا الانتخابات الأمريكية هي فرصة ذهبية من أجل يعني عمليا محاولة إغلاق بعض الملفات، مثلا أتحدث هنا عن الجبهة الشمالية فيما يتعلق بحزب الله الذي يعني كرر بنيامين نتنياهو والمستويين الأمني والعسكري مرارا وتكرارا أنهم لن يقبلوا هل بوجود. تطلب برأيك طهران من حزب الله أن يدخل في مواجهة شاملة مفتوحة؟ استبعد هذا الامر العديد من الحسابات، لان يعني الدخول في مواجهه مفتوحه هذا الامر على الرغم من انه يعني سيلحق الاذى وضررا كبيرا باسرائيل وفقا للتقديرات الاسرائيليه، هكذا يقولون في اسرائيل بسبب قوه حزب الله وامكانياته وخبرته القتاليه، لكن ايضا هذا الامر سينعكس يعني بشكل سلبي على لبنان اولا، وحتى على قدرات والقوه العسكريه لحزب الله، وايران لا تريد ان تخسر حزب الله في مواجهه في هذا التوقيت، لان هناك ربما يعني تنبه ايراني أن المواجهة ربما تكون المفتوحة قادمة، ربما ليست هذه السنة، ربما السنة القادمة أو التي بعدها، وبالتالي الولايات المتحدة تحاول عمليا يعني أن تواجه المشروع الإيراني من خلال عمليا طب يعني إبطاء عجلة هذا المشروع فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، وهذا أيضا السياسة الإسرائيلية أو الاستراتيجية الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية، وبالتالي المواجهة المفتوحة تعني أن ربما إيران ستخسر حزب الله في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، هذا الأمر سيضطر الولايات المتحدة ربما للدخول في مواجهة استهداف حزب الله، وسينعكس ذلك يعني على قدراتها العسكرية وقوتها العسكرية التي تراهن عليها إيران، وبالتالي أعتقد أن وجهة إيران هي محاولة الرد من خلال حسابات مضبوطة ومحسوبة بحيث لا تتجاوز خطوط حمراء تدفع إسرائيل أو ربما الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة مباشرة إلى الأراضي الإيرانية، ما يعني سيؤدي إلى انفجار الأمور في الشرق الأوسط واندلاع حرب مفتوحة، هذا الأمر مستبعد اليوم للعديد من المعطيات، لكن حالة الاستنزاف التي تفرضها إيران على إسرائيل وعلى المنطقة من خلال حالة الترقب وحالة الخوف الإسرائيلي والتوقعات من هذا الرد هي عمليا تؤتي أيضا ثمار بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل لم تكن سابقا في يعني لحظات من التوتر والترقب وربما الخوف والهلع في المجتمع الإسرائيلي من الرد الإيراني، على الرغم من التطمينات التي يقدمها الجيش وحتى الخبراء بأن الرد الإيراني لن يكون مؤثرا بهذا الحجم، لكن قيمته الاستراتيجية هي في أنها الدولة الأولى التي ستستهدف إسرائيل عفوا منذ العام 1991، وهذا الأمر سيكون له يعني انعكاسات على ميزان القوى في المنطقة وعلى صورة إسرائيل التي اعتادت على مدار السنوات الماضية أن يعني تعتدي على كل الدول وتعتدي على كل المحيط بدون أن يعني بدون حسيب أو رقيب، وفي ظل يعني تعامل الولايات المتحدة الأمريكية المطلق والدعم المطلق لها وتوفير غطاء سياسي، هذا الأمر ربما سيتغير مع الضربة الإيرانية، وهذا ما يخيف إسرائيل فيما يتعلق بحساباتها الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك عبد القادر بدوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.